السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم متتبعين والمتتبعات الاوفياء. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو ديالي في صحه جيده. اليوم ضمن الشيوات ديال رمضان الكريم جيتكم بهذا البريوات هادو او هاد المملحات، كنصاوبهم بعجينه ديال المسمن اللي كتجي صراحه مقرمشه بديل الورقه ديال البسطيله. نتمنى إن الإعجاب ديالكم، ما تخيلوش البنات القرمشة اللي كتجي في هاد العجينة هادي. وغادي نوجد معكم جوج حشوات مختلفين وندوزو على بركة الله العجين وطريقة التحضير. بالنسبة للعجينة البنات، هنا عندي نص كيلو ديال الطحين الفورس. دائما كنقول لكم أنا كنخدم بهذاك الطحين المسمد. ضفت لي واحد بياض بيضة ومعلقة ديال الملح، وغادي نضيف البنات معلقه كبيره ديال العسل، ممكن تعوضوا بسكر سنيده. وغادي نعجن بالماء عادي، الماء ديال الروبيني. هنا البنات غادي نشارك معكم نعجن في العجانه. غادي نخليهم هاد العناصر هادو يتعجنوا ليا حتى يدلكوا مزيان، ونغطي على العجينه ديالي نخليها ترتاح. نتلاقى معكم ان شاء الله باش نوجدوا الحشوات ديالنا. بالنسبه للبنات الحشوه الاولى اللي كنطيبها، هنا البنات عندي البصله وعندي فلفله حمراء، وهنا البنات عندي الملفوف او المكور كنطحنوا بهذه الطريقه هذه في داك الهشوار. صراحه راه كيجي لذيذ هكا، كتدخلوا لوليداتكم الا كانوا ما كيبغيوش من طبيعه الحال الخضره، كتدخلوها لهم هكا بلا ما يحسوا. ضفت واحد جوج معالق ديال زيت الزيتون، معلقه ديال الملحه، وغادي نضيف ابزار. العطريه البنات راكم عارفين كتبقى على حسب اختيار. وغادي نحرك هاد العناصر مزيان نخليهم يتشحروا ليا. هنا البنات كتشوفوا اللون ديال الحشو ديالنا تغير، راه ما ضفت لي لا خرقوم لا حتى شي حاجه، لا ملون لا تحميره، غير هذيك الفلفله الحمراء هي اللي عطات معنا داك اللون. هنا غادي نضيف البنات الكفته، الكفته او صدر الدجاج او الطون معلب على حسب المتوفر عندكم البنات. الحشوه كتبقى اختياريه، ما تقيدوش باللي انا درت، يعني حسب. وممكن ديروا حتى غير الخضر بوحدهم، راه كيجيو الصراحه لذاد، يعني هكا على حسب متوفر عندكم في الدار ديروا الحشو ديالكم. هنا من بعد ما طابت لينا الحشوه ديالنا، ضفت لها واحد جوج معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس مطحونين. صافي دابا البنات غادي نطفي البوطه ونخلي هاد الحشوه ديالنا جانبا حتى تبرد، وندوزو باش نوجدو الحشوه الثانيه. بالنسبه للبنات الحشوه الثانيه اللي الصراحه لذيذه بزاف، ننصحكم بها انا بناتي. البنات طاروا بهذوك البريوات عجبوهم، جاو غزالين. هنا البنات عندي بطاطا مسلوقه او مفوره، ضفت لهم جوج معالق ديال القزبر ومعدنوس. هنا عندي البنات اللحم المدخن قطعته هكا طريفات صغار بهذه الطريقه هذه. وهنا البنات عندي داك واحد معلقه ديال الزعتر، داك الزعتر البنات البري اللي كيكون الورقه ديالو هكا غليظه شويه، ماشي هذاك الرقيق. الصراحه عطى واحد لذه زوينه. هنا البنات غادي نضيف هذا الجبن هذا، او ممكن تضيفوا جبلي على حسب متوفر عندكم، او لا الفروماج مربع. في هذه المرحله البنات ممكن تضيفوا اي فروماج عندكم. وغادي نخليو عفوا البنات الحشوه ديالنا جانبا. هنا كما كتشوفوا العجينه من بعد ما ارتاحت كتجي بهذا الشكل هذا، خليوها قد ما ارتاحت البنات قد ما مزيان. غادي نبدا نشكلها كيا كريات بهذه الطريقه هذه. هنا البنات من بعد ما خليت هذوك الكريات ديالنا ارتاحوا ديال العجين،
غادي نبدا نطلقهم بهذا الشكل هذا فوق سطح العمل بالاستعانه من طبيعه الحال بشويه ديال الزيت بهذه الطريقه هذه. وعندي كذلك البنات الزبده اللي سبق لي وذوبتها، مارغرين او العاديه على حسب متوفر. كندهن وسط ديال داك العجين ديالي بالزبده وغادي نشكلو بهذه الطريقه هذه، يعني مسمنه عاديه. استمر بهذه الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي، نتلقى معكم ان شاء الله. كما شفتوا معايا من بعد ما طلقت هذيك المسمنه اللي سبق لي يعني وربعتها، راكم شفتوا البنات في الفيديو شارح نفسه، كناخذ ديك الحشوه ديال البطاطا كنشكلها هكا بشكل طولي وغادي نلوي عليها شويه العجينه وغادي نقطع، وغادي نقطعوا دوك الجوانب اللي زايدين. نستمر بهذه الطريقه، نتمنى يكون الفيديو واضح لكم. وغادي نلوي بهذه الطريقه هذه، صراحه البنات ما نقولش لكم راه تيجيو مورقين ولداد، بالخصوص هادو ديال البطاطا. غادي نعاود العمليه، دابا غادي نوري لكم الشكل ديال دوك البريوات اللي متلتين بالحشوه الثانيه ديال الكفته والملفوف او المكور. غادي نديرو العجين بهذه الطريقه، كنبقاو نشكلو حتى نحصلو على شكل بريوه. صراحه حتى هما البنات كيجيو ولداد، نتمنى تجربوهم لوليداتكم، وانا متاكده انهم غادي يعجبوهم. وهاد العجينه البنات كنصحكم بها يعني كبديل للورقه، كتجي خطيره ومقرمشه بواحد الطريقه البنات صراحه عجيبه. كما كتشوفوا معايا بسهوله يعني كتطوى معكم على شكل بريوه. انا غنستمر نكمل الكميه اللي عندي ونتلاقى معكم باش نشكلو داك الشكل المربع. انا البنات من بعد ما طلقت كذلك العجين بهذا الشكل هذا، غادي نقطعو بهذه الطريقه. يعني الفيديو راه شارح نفسه، وغادي نحط معلقه معلقه في كل شريط ديال العجين وغادي نجمعوهم. راه ممكن تضيفوا الفروماج على هذا الحشو هذا على حسب الاختيار ديالكم، اهم حاجه هو نوجدوا هكا طبيله زوينه وحويجات زوينين لوليداتنا او للضياف ديالنا. هنا كما كتشوفوا من بعد ما كملت الكميه اللي عندي، هنا عندي واحد صفار بيضه اللي سبق لي البيض ديالو درته في العجين، ضفت لي واحد جوج معالق ديال الحليب، وغادي ندهن هذا العجين ديالنا بهذا الشكل هذا. ممكن تزينوا بالزنجلان او البافو او الخشخاش على حسب متوفر عندكم، وكتدخلوهم الفرن كيطيبوا. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم من بعد ما خرجتهم البنات من الفرن، راهم مازال سخان صراحه كيجيو رائعين. والقرمشه البنات ما نقولش لكم، راه الصوره يعني شارحه نفسها، مقرمشين البنات ولداد. نتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم لوليداتكم. وكل سنة وأنتم بخير، ورمضان مبارك سعيد يدخلوا عليكم إن شاء الله، ويدوز معكم إن شاء الله بصحة والسلامة وش ما تمنيتوا باليوم والبركات. وشكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء إن شاء الله مع شهيوة جديدة.